علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيرنا يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن وعى علينا من ثنيات مطلق العان الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دام هات هدي الله هات يا نبي المعجزات ليس للاتي مكان ليس للعزى وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت الله